بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 89 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة النبوية المنورة، وباعثتها إحدى المستمعات من هناك، تقول: أختكم أم أنس من صعيد مصرية. أختنا تقول في رسالتها ثلاثة أسئلة. أول سؤال يقول: بفضل الله تعالى كنت أنا وزوجي من حجاج بيت الله الحرام، وبفضل الله قمنا بكل المناسك كاملة، ولكننا لبعض الظروف اضطررنا لعدم المبيت في منى. ففي أول أيام العيد قمنا برمي جمرة العقبة ثم تركنا منى، ثم عدنا في المساء وكنت مريضة، ويعلم ربي أنني لم أستطع الجلوس أكثر من نصف ساعة أو ساعة فقط، فاضطر زوجي أن يأخذني ويعود بي حيث كنا نسكن في مكة. ولذلك ذهبنا في اليوم الثاني عند منتصف الليل، وكنا نجلس قليلا ثم نعود لسكننا. فلا أدري هل علينا شيء في هذا أم أن حجنا سليم، وإن كان هناك نقص فماذا علينا أن نفعل ليصبح حجنا كاملا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المبيت في منى ليالي أيام التشريق بالنسبة للحاج واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه إلا لعذر شرعي، ومن تركه فإن حجه صحيح، ولكن يجبر ترك المبيت بدم جبران. أما ما ذكرته السائلة من أنها مريضة وأن زوجها اضطر إلى أن يذهب بها إلى السكن، فإذا كان الواقع كما ذكر وأنها لا تستطيع البقاء في منى، وأنها بحاجة إلى أن يصحبها زوجها ليمرضها، فليس عليهم مبيت في هذه الحالة لأنهم معذورون. أما إذا تركوا المبيت من غير عذر فإنه واجب من واجبات الحج، يجبر بدم، وهو ذبح شاة في مكة تجزي في الأضحية وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع ذبح الفدية فإنه يصوم 10 أيام. الحاصل أن هذا راجع إلى حالتكم في ترككم المبيت، فإن كان ذلك لعذر المرض ومصاحبة المريض فإنه عذر شرعي يسقط معه المبيت. أما إذا كان لغير عذر وإنما هو تساهل فإن هذا الواجب الذي ترك يجبر بدم كما ذكرنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا بسبب تعبي ومرضي وبسبب الزحام الشديد اضطر زوجي أن يرمي عني جمرة العقبة الكبرى في أول أيام العيد، لأنني حاولت الدخول والرمي عن نفسي، ولكن لكثرة الزحام لم أستطع الدخول عند مكان الرجم فرمى عني زوجي. أما باقي الرجم في اليوم الثاني والثالث فرميته بنفسي، فلا أعلم هل ما فعله زوجي عني من رميه لجمرة العقبة أول أيام العيد يجوز أم لا، وإن لم يصح ذلك فماذا علي أن أفعل ليصبح الرجم عني سليما، جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع أنك وكلت الزوج لعجزك عن الرمي بسبب الزحام الشديد والخطر فالتوكيل هنا صحيح والحمد لله، ويجزئ رمي زوجك عنك بالنيابة لوجود العذر الشرعي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل يجوز فضيلة الشيخ لمن كان يصلي خلف الإمام وسمع بعض الآيات مثل الآية الأخيرة من سورة الملك: فمن يأتيكم بماء معين، هل يجوز أن يقول بلسانه أو في
نفسه الله يأتينا بماء معين، أو لو سمع الآية من سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين، أن يقول بلى الله أحكم الحاكمين؟ ما رأي فضيلتكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في قول يأتي به الله وهو على كل شيء قدير بعد قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، وكذلك قول وأنا على ذلك من الشاهدين، بلى وأنا على ذلك من الشاهدين بعد قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الموضعين حديث، فلذلك لا يجوز أن يقال هذا في الصلاة لا بعد سورة الملك ولا بعد سورة التين لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم بريدة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هنا، تقول أختكم في الله حنان، أختنا تسأل وتقول هل يجوز للمرأة أن تزيل شيئا من حاجبيها للتجمل؟ جزاكم الله خيرا. التجمل في بقاء الحاجبين، وأما إزالتهما أو إزالة شيء منهما فإنه النمس الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت من غيرها أن يفعله بها، حيث قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تأخذ شعر حاجبيها والمتنمصة هي التي تطلب ذلك من غيرها، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، ومعناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان في أن يأمر به بني آدم، حيث ذكر الله جل وعلا عنه أنه قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وجاء أن ذلك بالوشم والنمص وغير ذلك من أفعال الجاهلية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما زاد عن الحاجبين كما تسأل أختنا حنان من القصيم، هل يجوز للمرأة إزالته أو لا؟ زيادة عن الحاجبين ما لا ندري ما المقصود بها، فإذا كان هناك زيادة خارجة عن الحاجبين وهي تشوه الوجه فلا مانع من إزالتها لأنها ليست من الحاجبين. طيب. والكلام إنما هو لشعر الحاجبين. أما إذا كان المقصود بالزيادة ما يفعله بعض النساء من الاحتيال على أخذ الحاجبين أو أخذ شيء منهما فهذا حرام ولا يجوز. جزاكم الله خيرا. ما صفة سجود الشكر وماذا يقال فيه؟ وهل يجب على المرأة أن تتغطى لسجود الشكر كما تتغطى للصلاة؟ سجود الشكر يشرع عند تجدد نعمة أو زوال نقمة عامة أو خاصة، وذلك بأن يسجد على الأرض كسجود الصلاة ويقول فيه سبحان ربي الأعلى كما يقوله في سجود الصلاة، ويدعو بما تيسر كما يدعو في سجود الصلاة. والمرأة إن كان عندها رجال غير محارم فإنها تغطي وجهها وشعرها عنهم لا من أجل السجود وإنما من أجل الستر لعورتها، لأنها كلها عورة عند الرجال غير المحارم. أما إذا كانت خالية أو عندها محارم أو نساء فلا يشترط لسجود الشكر أن تغطي رأسها، لأن سجود الشكر ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة لا يأخذ أحكام الصلاة. جزاكم الله خيرا. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لا تجوز زيارة النساء للقبور لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وفي رواية لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور، فلا تجوز زيارة النساء للقبور لهذا الحديث، لأن النساء فتنة وقليلات الصبر، ربما يحصل منهن عند رؤية قبور أقاربهن شيء من الجزع والنياحة، وأيضا يحصل خروجهن إلى القبور فتنة للرجال وربما يحصل مفاسد، فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من زيارة القبور وشرعها للرجال خاصة بقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، هذا خاص بالرجال، أما النساء فإنهن ممنوعات بدليل لعن الله زوارات أو زائرات القبور، والحكمة كما ذكرنا الفتنة منهن بالجزع والسخط وربما النياحة، والفتنة بهن للرجال الذين يختلطون معهن
في هذه المقابر، وكم ذكر من مفاسد كثيرة تحصل من اختلاط الرجال بالنساء في المقابر واختلائهم بهن، يحصل والاختلاط يحصل بذلك مفاسد كثيرة كما يذكر في البلاد التي لا تهتم بهذا الأمر. نعم. والمرأة إذا أرادت نفع المسلمين أو أقربائها فإنها تدعو لهم وتستغفر لهم وتكثر من الدعاء لهم ولو لم تزرهم. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم تقليد المرأة بترتيب الرجل في قراءة القرآن الكريم؟ لا بأس بترتيل المرأة للقرآن، لأن ترتيل القرآن مطلوب للرجال والنساء. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يعني يقرأ القرآن مفصلا، يقف عند رأس كل آية ويمد ما يستحق المد، ويؤدي إخراج الحروف كما ينبغي، ويتمهل في قراءته ويتدبر. هذا مطلوب من الرجال ومن النساء. لكن إذا ترتب على جهر المرأة بالقراءة وترتيلها فتنة للرجال، أن تكون قريبة من الرجال، فإنها لا ترفع صوتها بذلك، وإنما ترتل القرآن مع خفض الصوت وعدم رفع الصوت خشية الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا قلدت قارئا شخصا، لا بأس إذا كان القارئ يجيد القراءة. نعم. وقلدته في القراءة الجيدة فهذا من باب التعلم والاقتداء، باب التعلم والاقتداء في القراءة الجيدة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول عبد الهادي محمد عبد العزيز سوداني مقيم في المملكة، يسأل ويقول: عندنا في بعض المناطق في السودان يوضع المصحف بالقرب من المرأة النفساء، وذلك باعتقاد منهم بأن هذا يحمي المولود من الشيطان، ويضعون المصحف في داخل كيس من القماش ويربط الكيس على عود بحيث يبعد عن المرأة. هل هذا العمل صحيح أم توجهون بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل غير مشروع ولا أصل له، وإنما هو مبتدع. وتعليق القرآن عند المريض أو عند المرأة النفساء، تعليق القرآن من أجل الشفاء أو الاستشفاء بذلك، هذا يعتبر من تعليق التمائم المنهي عنها. لا يجوز تعليق القرآن على جسم المريض، ولا تعليقه قريبا منه على الجدار أو وضعه على شيء من أجل التبرك به والاستشفاء بوجوده. هذا من تعلق التمائم المنهي عنها. وعلى الصحيح أن التمائم من القرآن ممنوع تعليقها ولو كانت من القرآن، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وذلك بأن يعلق الإنسان قلبه بالله ويتوكل على الله ويطلب منه الشفاء. وأما القرآن إنه لا شك أنه مبارك وأنه شفاء، والاستشفاء به لا يكون بهذه الطريقة، طريقة التعليق على الجدار أو التعليق على جسم المريض، وإنما الاستشفاء بالقرآن بالرقية الشرعية، بأن يقرأ القارئ وينفث على المريض أو المصاب، أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض. هذه هي الرقية الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من جدة رمزت باسمها بالحروف عين يا، تقول: نظرت على نفسي إن تحقق لي أمر أن أضع ثلاجة لتبريد الماء تكون سبيلا وصدقة لوجه الله تعالى، وإذا الآن لم يتحقق الأمر الذي نذرت من أجله، بماذا توجهونني الآن؟ جزاكم الله خيرا. ما دام لم يتحقق الأمر الذي علق عليه النذر فإنه لا يلزمك عمل هذا النذر لعدم وجود الشرط. أما إذا وجد الشرط الذي علقت عليه النذر فإنه يلزم الوفاء بهذا النذر، لأنه طاعة، لأن عمل الماء البارد للناس يشربون منه عمل صالح فيه أجر عظيم، وهو طاعة وقربة إلى الله عز وجل. فإذا حصل الشرط الذي علقت عليه عمل هذا الماء فإنه يجب الوفاء بالنذر، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وفي قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، في قوله تعالى: وليوفوا نذوره، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذر من نذر فإن الله يعلمه، أي فيجازيكم عليه. فقرن النذر بالنفقة، دل على وجوب الوفاء به ومشروعيته.
مشروعية الوفاء به لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي التنبيه أن الدخول في النذر ابتداء أمر مكروه أو محرم، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من الرجل البخيل. ولأن إلزام الإنسان شيئا لا يلزمه بأصل الشرع يكون فيه عليه حرج ومشقة وقد يثقل عليه، وقبل أن ينذر وهو في عافية وفعل الخير مفتوح للإنسان بدون أن يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به، مفتوح له، إن تيسر له فعله وإن لم يتيسر تركه، لكن إذا نذر لزمه ووجب عليه الوفاء به. نعم. إذا علمت بأن والدي قد كشف لي عند أحد المشايخ كما تقول دون علم مني، وقام بوضع حجاب دون علم مني أيضا، وعرفت ذلك فيما بعد، ولكن لا أعرف مكان هذا الحجاب، فماذا علي أن أفعل؟ هذا الكشف وهذه الحجب كلها حرام وإخلال بالعقيدة، فلا يجوز هذا العمل. وإذا وجدت هذا الحجاب أو هذا الحرز وجب عليك إتلافه والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويجب إنكار هذا المنكر والأخذ على يد هؤلاء المشعوذين الذين يعملون هذه الحجب وهذه الحروز وهذه التمائم، ويحتالون على الناس بأكل أموالهم ويضللونهم في عقائدهم، لأن هذا محرم شرعا ومخل بالعقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتمائم هي ما يعلق من الحروز والحجب على الأجسام أو على السيارات خشية العين، أو على المحلات التجارية أو المنازل من أجل طرد الشياطين ومنع العين، كل هذا من الحجب المحرمة. فإن كانت هذه الحجب فيها شرك وفيها دعاء لغير الله واستغاثة بالجن والغائبين والأولياء والصالحين فهذه شرك أكبر، وإن كانت من القرآن ومن الأدعية المشروعة فإنها محرمة لأنها لوسيلة إلى الشرك، وداخل في عموم النهي عن تعليق التمائم على الصحيح من قولي العلماء. فلا يجوز عمل هذه التمائم وهذه الحروز وهذه الحجب لأنها تخل بعقائد الناس وتشوش على الناس وتضعف عقائدهم وتوحيدهم واعتقادهم بالله عز وجل، بحيث يتعلقون على هذه الأشياء ويعتقدون بها أنها تنفع من دون الله عز وجل وأنها تدفع عنهم الشرور، وكل هذه من أعمال الشياطين من أعمال الجاهلية. والواجب على المسلم الحذر من هذه الحروز وهذه الحجب وهذه التمائم، لا يعملها لنفسه ولا يعملها لغيره من أولاده ومن تحت يده، لأنهم أمانة ورعية في عنقه ينصح لهم ويبعدهم عن هذه الأمور. ولما رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على زوجته شيئا من هذه التعليقات قطعه وقال: أنتم آل عبد الله أغنى الناس عن الشرك، فأنكر ذلك. وفي الأثر: من قطع تميمة من إنسان فكأنما أعتق رقبة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إنها لما علمت بهذا برأت نفسها أمام الله سبحانه وتعالى وترجو أن تكون بريئة من هذا إذ هي غير راضية. لعله الشيخ صالح توجيه يحفظكم الله. نعم، هذا يدل على خير، وما دامت منكرة لهذا الشيء ولم تقر فإنه لا إثم عليها، وإنما الإثم على من فعله ومن قام به. ولكن يجب عليها إذا وجدت هذا الحرز أو هذا الحجاب يجب عليها أن تتلفه. نعم. ويجب عليها كذلك أن تنكر على والدها وأن تنصح عن هذا العمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.